هذا البرنامج برعاية مخابر ميديس. استحفظ على صحتك وصحة العزيز عليك مع جولدينا بلوس. صون كوليسترول غنية بالأوميغا 3 ومن غير ويل إدروجيني، جولدينا بلوس تعاونك على تغذية سليمة ومتوازنة طول النهار. جولدينا محلاك محلاك يا لميمة. مرحبا بكم على كارتاج بلوس. انتم تتفرجوا في برنامج صحتك معنا، نتقابلوا كل نهار جمعة 9 غير ربع على كارتاج بلوس، وتنجموا تلقاونا على لي ريزو سوسيو صحتك معنا بالعربي وبالفرنسي. اقعدوا معنا، ليميسيون تاعنا توا تبدا. نحكيو على تساقط الشعر، الاسباب والعلاج نتاعو مع دكتوره وهيبه شيبوب، طبيبه تجميل وليزر وزراعه شعر. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك وشكرا على الاستضافه. يعيشك. تساقط الشعر اللي هو فينومين ما عادش يونيسكس ولا للنساء ولا للرجال، شنو هي الاسباب نتاعو دكتور؟ شوف، اول حاجه نقولوا احنا المراه تهتم بجمالها وبشعرها، ما زاد الراجل كيف كيف. اي المشكله توا ولينا نشوفوا في العيادات نتاعنا معناتها صغار قبل سن البلوغ اللي ولا عندهم تحان شعر وكل، وهذايا يجي لعدة أسباب. أول حاجة نحب نقول اللي فما سقوط شعر طبيعي فيزيولوجي من 50 ل100 شعرة، وفما سقوط الشعر اللي هو مرضي. والأسباب متاعه أول حاجة هي الأسباب الوراثية، تجي من بعد الأسباب نقص من الفيتامينات خصوصا فيتامين معناتها دال، والفيريتينيمي اللي هو حاجه مهمه برشا، معناتها يجونا برشا نساء بعد الرضاعه بعد الحمل، الناس اللي تعمل في ريجيم، الناس اللي تاخذ في تغذيه غير سويه، هذوما الكل عندهم الفيريتينيمي معناتها مخزون الحديد، مش يعمل هيموغلوبين يقول انا الهيموغلوبين نورمال سي بون. الزنك زاد كيف كيف. فما الخلل في الهرمونات وبرشا عندهم مشكل متاع الغدة الدرقية، كذلك الالتهابات والأمراض الجلدية منهم الصدفية منهم الديرماتيت سيبوغييك، أيضا بعض الأدوية كما الأدوية متاع منع الحمل كما الأدوية متاع السرطان، هذا إلى جانب العادات السيئة كما التدخين التلوث صبيغة شعر الكيراتين، دونك عدة أسباب أخرى. دونك فما أسباب خارجية وأسباب داخلية نجم تتسبب في تساقط الشعر، وما فماش عمر توا وليت بالعكس العمر قدم. أي هاني قلت لك وليو يجيونا توا، وهذايا معناتها حاجة مفزعة اللي ولينا نشوفوا معناتها صغار قبل سن البلوغ يجيو يتشكاو من تساقط الشعر. باهي، هذايا فيما يخص الأسباب. دونك توا فما الحمد لله فما علاجات للأسباب هذايا. نبداو بالحاجة بالحاجة، شنو نجمو نعملوا للشعر؟ هو شوف معناتها معناتها الشعر هو مرآة للي يصير في الجسم نتاعنا، ولهذا إذا كان فما خلل يلزمنا نصلحوه قبل ما نبداو العلاجات الكلاسيكية اللي نعرفوهم، معناتها كان فما فقر دم ولا نقص الفيتامين دي، هذا الكل يلزمنا نعالجوه. دونك العلاج في الهرمونات ما ينجمش يعاون أنه ينحيها جملة، معناتها يلزمنا نعالجو معناتها الجسم إذا كان سبب المباشر، ومن بعد احنا نقوموا بالحاجات الأخرى اللي هي باش تعاون، اللي توا فما أدوية فما علاجات فما معناتها حبوب اللي فيهم الانيبيتور نتاع 5 الفا ريدوكتاز، هذه أنزيم اللي هي معناتها عندها دخل مباشر في سقوط الشعره والحساسيه نتاع الهرمونات لسقوط الشعره، وهذه حاجات طبيعيه وامنه 100%. فما زاد المونيكول مينوكسيديل، فما الميزوثيرابي خصوصا توا ولينا نعملوا الجروث فاكتور اللي عندنا بهم نتائج ممتازه، والحاجه اللي هي مش جديده عندنا بريسك 8 سنين نخدموا فيها البي ار بي. توا نحكيو على البي ار بي المركز اللي فيها حامض أسيد هيالورونيك، في
فيها مواد معناتها مضافه في التوب. الكيت هذاك هو حاجه مهمه خاطر الكيت كلاسيك يعطيوك حوالي 15,000 صفيحه، بينما الكيت هذو ما سبيسيفيك يعطيوك فوق ال 160,000 صفيحه. والبي ار بي معناتها حاجه ياسر ممتازه على خاطر باش تكون حافز العوامل النمو في البصيلات التالفه هذيا باش تطلع بصيلات جديده. وكيف نغذيو الجلده باش معناتها اون فاكتيفي لا ميكرو سيركولاسيون، زاده كيف كيف تولي الشوت تنقص. نبداو نلاحظوا الفرق من الحصه الثانيه 90% من الشعر ما عادش يتيح، الشهر الثالث توقع لي غوبوست. لي بروتوكول الجدد خاطر توا ولينا براتيكمون نعرفوا كل شيء على البي ار بي، قبل كنا نعملوا حصتين ثلاثه حصص مره في الشهر. البروتوكول معناتها الجديد اللي هذايا معتمدينه في امريكا وكل، نعملوا حصه مره في الشهر بين ثلاثه وسته حصص، ولينا نوصلوا لسته حصص. والانتروتيان هو بين ثلاثه اشهر سته اشهر، مش كما كنا نعملوا قبل مره في سته اشهر ولا مره في السنه. داكور، دونك الفريكونس تزادت. يعطيك الصحة تزادت. هذه الحاجات زادة اللي لازمنا نذكروهم، الإقلاع على العادات السيئة، تعرض زادة لأشعة الشمس، كيف الصبيغة، حاجة ياسر معناتها نذكروا بها السادة المشاهدين اللي إذا كان باش نعاودوا اللي غاسين خاطر تفهموا مش كل شيء وكل معناتها مرة في الشهر الجذور هكا هو، بينما كان باش نقوموا بصبيغة الأطراف مرتين نعملوا مره في الشهرين. الصبيغه هذه لازمها تكون زاده فيها عينيه في الاختيار، اللي فما ثلاثه مواد قاتله خلينا نقول عليهم للبصيله، اللي هما البي بي دي ريزورسينول واللامونيوم. معناتها دونك هذوما الكل يلزم الامونياك، دونك هذوما يلزم نثبتوا فيهم كي نجيو باش ناخذوا تنتور باش نصبغوا بها، اللي ما يلزمش تكون فيها المواد هذيا. ثلاثه مواد هذوما اللي كنت تقول عليهم. اللي حكيت لك عليهم. هذيا ما يمنعش اللي التغذيه السليمه حاجه مهمه برشا، اللي يلزم كل ما هو اخضر، الورقيات، العدس، البروتين خصوصا السمك. مهم ياسر النمو الشعر. يعطيك الصحة دكتور وهيبة شيبوب، طبيبة تجميل وليزر وزراعة شعر. حكينا اليوم على أسباب تساقط الشعر وكيفاش برمي الحاجات، ركزنا على البي ار بي اللي هي طورت برشا في تونس وبخاتيكي بالكدا. يعطيك الصحة دكتور وهيبة. إضافة صغيرة، إضافة صغيرة، البي ار بي راهو فيها دي كونتر انديكاسيون خاطر توا ولات برشا معناتها مراكز عشوائية وكل، نحب معناتها راهو يعملها دكتور وفيها دي كونتر انديكاسيون كيما شكل الصفيحات غالة سي اون كونتر انديكاسيون، عدد الصفيحات غالة سي اون كونتر انديكاسيون، الانيمي سيفير سي اون كونتر انديكاسيون. دونك ما نجوش نعملوا سحب دم ونعديوه في السنتريفيجوز، لا يلزمنا نعملوا تحليل دم، وحتى فما حكمة في فصل الصفيحات هذيا. هذاك علاش الحاجه هذيا طبيه ما يعملها كان دكتور. فوالا دونك نعرفوا لشكون نمشيو سي جامي نحبوا نعملوا البي ار بي. ميرسي بوكو دكتور، كان هذا موضوعنا لليوم. نحكيو على اوجاع الراس مع دكتوره سونيا خلبوس، طبيبه بقسم علاج الالام بمستشفى الرابطه. مرحبا بك دكتور. عايشك. الام الراس حاجه يعانيوا منها برشا التوانسه، وساعات ما يعرفوش الاسباب نتاعها اللي باش نحكيو عليهم توا. صحيح، هما الالام الراس تخلفوا فيهم في نوعين، فما الام الراس اللي نسميهم ثانويه لامراض اخرى تنجم تعبر عليها بالام راس، وفما الام راس اللي هي المرض في حد ذاته يتشبه في الام الراس اكهو. كما شقيقه مثلا. كما شقيقه مثلا، هي شقيقه من اكثر الاوجاع الراس المنتشره في المجتمع بصفه عامه. ونعرفوا اللي شقيقه مثلا تمس النساء اكثر من الرجال، ثلاثه نساء على رجل ينجموا يمرضوا بشقيقه، وتمس زاد الاطفال، فما 10% من الاطفال ينجموا يشكيوا من مرض الشقيقه. داكور، الاسباب نتاعهم دكتور الاوجاع هذه؟ الاسباب هما كيفاش احنا نفيقوا بهم الاسباب؟ يلزم كل مريض اللي يتوجع براسه كي يمشي للدكتور يشكي ويحكي على الالام كيفاش موجود، وين توجع فيه، كيفاش جاتو، شنو هما العلامات الاخرى اللي تجي مع علامات الم الراس، باش الدكتور ينجم يشخص الحاله.
احنا نشوفوا اذا كان هي مثلا شقيقه عندها الخواص نتاعها، عندها علامات معروفه، نعرفوا اللي هذاك سبب هو شقيقه والعلاج يكون للمرض نتاع شقيقه. وفما امراض اخرى اللي هي تنجم تكون مثلا ضغط الدم، مثلا امراض في العروق نتاع الدماغ، مثلا امراض جرثوميه تنجم تتسبب زاده في الام راس. وفي الحالات هذيك العلامات اللي يشكي منهم المريض يخليونا نخموا في الحالات هذه ونطلبوا بعض الفحوصات او بعض التحاليل باش نجموا بين أنواع الألم الرأس. داكو. وهو وحده هكا فما ناس تقولك مثلا توجع فيها من هنا ولا توجع فيها من هنا وتقعد في الزمن معناها متواصلة، نجمو نعرفوا هكا أونغرو كيفاش نجمو نفرقوا ما بينات الأنواع هذوما؟ أي هذاك هو، هذوما هما العلامات اللي يلزم كل مريض يحكي عليهم بالقدا للطبيب متاعه، وكل دكتور هو باش يسأل ويحاول يلوج على التشخيص متاع حالة ألم الرأس حسب المكان حسب الزمن وقتاش تظهر قداش تقعد قداش شنو من العلامات اللي يجيو مع الوجاعة متاع الرأس. والعلامات هذوما هما كما قلت لك يخليونا نشخصوا الحالات. شقيقة مثلا عادة باش يجي يقول لك رأس مشطر راسك هاو يوجع فيها، فما علامات تجي قلق في الكرش شويه، ساعات تقيا واحد يحس روحه باش يتقيا، يولي ماذا بيه ما يحملش الضوء ما يحملش الصوت مثلا، هذوما علامات نجمو نشوفوهم في شقيق. في انواع اخرى من الام الراس نشوفوا حاجات اخرى، باش يجي يقول لك الوجيعه جاتني فجاه، كنت لاباس عليا، ضربتني وجيعه قويه، قيمتني من النوم. في الحالات هذوما يلزم نمشيو نعدي على خاطر يلزم نشخصوا الحاله. باهي اون غرو هذوما الاسباب والمعروفين اكثر في الام الراس. نحكيوا على العلاج نتاعهم توا دكتور، كيفاش يصير؟ العلاج بالطبيعه احنا والحاله اللي تسبب في الم الراس، اذا كان كما قلنا هو فما مرض اخر تسبب في الم الراس، مرض جرثومي او مرض تنجم تكون تيومور، تنجم تكون امراض العروق ولا هذاك، يولي الدواء نعالجه المرض المتسبب في الم الراس. واذا كان هو الم راس كما شقيقه كما فما الم راس التوتر يتسمى، وقتها الدواء يكون خاص للالم هذاك. فما الدواء أدوية خاصة للألام، ألام للكريز اللي جينا للوجيعة في حد ذاتها، أو أدوية مطولة المدى باش ما تعاودش ترجع لنا الكريز هذه. وفما زادة حلول غير دوائية هذيك مهمة برشا، وهو الطبيب باش ينصح بها المريض نتاعو، كما الغولاكساسيون يعني نحاولوا باش نرتحوا الأعصاب نتاعنا، نحاولوا باش نعملوا أكتيفيتي فيزيك، الرياضة، الحركة مهمة برشا وتنجم تعاون على ألم الرأس. وفما برشا طرق نجموا كما المساج احيانا ينجم يكون حل من الحلول، يعني طرق اخرى ننصحوا بها وتخفف على الالم الراس وتعاوننا مع الادويه باش نعالجوا الالم هذا. نحب نستغل الفرصه بتاع وجودك دكتور ونحكيوا على لوتو ميديكاسيون خاصه فيما يخص الالام الراس، معناها التونسي طول يمشي ياخو ويبدا دوباج معناها نتاع دواء على اساس سي ان باتون ماجيك ينزل على الفرصه تقص اللي هو عنده ضرر في وقت من الاوقات ما عادش اصلا ما عادش عنده افي ما وفما عنده اضرار جانبيه اخرى. يعطيك صحه اللي ذكرت السبب هذايا اللي هو مشكله كبيره ومعضله كبيره في تونس وفي الم الراس بصفه خاصه، خاطر نمشيو كما قلت بصفه سهله برشا للدواء، نمشيو للفارماسي اعطيني دواء نتاع وجيعه وفي اعتقادنا انه هذاك باش يحل المشكله وانه ما فيش خطر، لا هذا غلط بالطبيعه. نعرفوا اللي لوتو ميديكاسيون هي مشكله تنجم تسبب في اضرار، خاطر نجم يكونوا عندنا ادويه اخرى ما يمشيوش مع الدواء اللي استعملناه، ينجم يكون استعمالنا في اوقات مش صحيحه وبكميات غير صحيحه، دونك باش نوليو نضروا البدن وخاصه الكلى والكبد هما الزوز اللي يضروا اول حاجه باستعمال الادويه في غير محلها، دونك هذا احنا ما نشجعوش عليه بالكل. كسوسوا عندك الدكتور نتاعك والا الصيدلي نتاعك هو اللي ينصحك، هو اللي يقول لك شنو تنجم تستعمل شنو ما تنجمش تستعمل باي طريقه تكون استعماله. وكما قلنا علاج الالام بصفه عامه والام الراس بصفه خاصه ما يقفش في الدواء، راهو فما حلول اخرى تعاوننا تنقص من الالام وتنقص من استعمال الادويه باش ما نتيحوش في المشاكل نتاع اللي كما قلنا ضرر للجسد اكثر منه منفع. فوالا يعطيك الصحه دكتور سونيا خلبوس طبيبه بقسم علاج الالام بمستشفى الرابطه، كان هذا موضوعنا في صحتكم. في أسيو سانتي لليوم يجي بحثنا دكتور معز بن سالم طبيب أمراض جلدية، مرحبا بك دكتور. وبيك وشكرا على الاستضافة. احنا على أبواب رمضان وسخانة أون بلوس، نحبوا ننصحوا الناس ونقولوا لهم شنو هي فايدة الصيام على الجلد نتاعنا. الصيام ينجم يكون عنده برشا فوائد، مي على شرط أنه نعرف كيفاش نتصرفوا.
لازم نعرف اللي البدن بصفه عامه يستحق الماء، يستحق الاملاح، يستحق الفيتامينات، يستحق عديد من الاشياء. ويزمنا نعرف زادة اللي راهي البشرة والجلدة راهي أكبر عضو في البدن، يعني أكبر عضو اللي هو يستحق الماء ويستحق الفيتامينات. هذه من ناحية. شي يزم إنسان كيف يصوم؟ يزم بعد الصيام يرجع أكل ماء وأكل فيتامينات وأكل أملاح، لكن هذا يزم يكون معناها بصفة، معناها مش في دقيقة من زمان، معناها بعد الماكلة يقوم يشرب الماء وراء بعضه. فما على كل حال معناها من 6:30 متاع الليل نقوله حتى للسحور متاع الصباح، فما بعض الساعات اللي نجم ياخذ فيهم الكمية متاع الماء اللي باش تعوض له أكل الماء اللي ضيعه. ما يزمش إنسان يشرب كان الماء برك، يزم معه زادة الفيتامينات ويزم معه الأملاح، معناها باش الماكلة تبدأ متوازنة. الموضوع اللي نحب نركز عليه، تقول لي أنت معناها شنية الفوائد متاع رمضان بالنسبة للجلد؟ إذا كان إنسان معناها يعرف كيفاش يتصرف، معناها إذا كان إنسان باش يتبع معناها رمضان كشهر متاع صيام، كشهر معناها باش ينقص من الماكلة، من المفروض أن الإنسان راهو باش يضعف. هذا من المفروض. إذا كان إنسان يعرف كيفاش معناها الماكلة متاعه متزنة، معناها باش يضعف، وهذه باش يكون له معناها أكيد انعكاس إيجابي على البشرة، معناها بصفة مباشرة وحتى بصفة غير مباشرة، خاصة بالنسبة للناس اللي عندهم بعض الأمراض كما مرض السكري أو الشحم في الدم أو ضغط الدم. هذه منها. لكن المشكلة مع الأسف راهو حاجات ساعات اللي هي مش هذيك، فما برشا ناس بعد شقة الفطر ينزلوا على الحلو، على الحلويات، يولي في الحقيقة يأكلوا أكثر من الناس، ويولي ينجم هذاك معناها يكون عنده معناها مضار بالنسبة للبدن. ولهذا شو نقوله راهو بصفة عامة راهو الصيام عنده فوائد، لكن على شرط زلنا نحافظ عليه. فما موضوع آخر مهم ياسر حبيت نحكي عليه، هو فما ناس تاخو في دويات مزمنة. نعرف اللي مريض السكر، مريض الدم، مريض اللي عنده الكليوي، ذوما كلهم ياخذوا في دويات مزمنة. لكن فما راهو بعض الأمراض الجلدية الحمد لله ما همش بكثرة، لكن هالأمراض هذوما راهم تستوجب معناها علاج أن الإنسان باش ياخذ بصفة مزمنة. ما نجم نسمي لك معناها كيما خاصة الأمراض اللي تمس المناعة متاع الجسم كيما اللوبوس كيما البانفيغوس، هذوما يلزمهم الدواء الكورتيزون، وتكون كمية كبيرة، معناها ساعات نوصلوا حتى 20 حربوشة كورتيزون، ويلزم الإنسان ياخذها في وقت معين، يلزمها تاخذ الصباح. ما نجمش إنسان ياخذ الكورتيزون في الليل. علاش؟ لأنه البدن هو وحده يصنع الكورتيزون في الصباح مش في الليل. دونك يلزمنا نحترموا الكيفية اللي البدن يصنع فك الكورتيزون هذيك، ويلزم الدواء يتاخذ الصباح. ولهذا ننصحوا معناها الشخص اللي كان باش ياخذ دويات هذوما ما ياخذهمش مثلا بعد شق الفطر، لا ياخذهم الصباح بكري معناها قبل السحور. داكو، وهذا الكل دكتور بعد استشارة طبيب كان هو اصلا عنده الحق يصيم ولا لا؟ بالطبيعة، لانه سميت لك الامراض الحمد لله هما معناها ما همش بكثرة، معناها حالات نادرة، لكن الحالات هذوما معناها ماذا بينا نستحفظ عليهم ويستحفظوا على رواحهم اكثر من غيرهم. خاطر تنجم تلقى مثلا ناخذوا الحالة نتاع مرض اللوبوس هذا، بالطبيعة فيه عوارض جلدية، لكن نجم يمس اعراض معناها اعضاء اخرين كما الكلاوي كما العديد من الاعضاء في البدن. يعني اذا كان بالطبيعة الحالة نتاعو تسمح له باش يصوم، يرد باله معناها وقتاش باش ياخذ الدواء نتاعو. اكزاكتومون، واكثر حاجه اللي اكدت عليها دكتور ملول اللي هي ليدغاتاسيون، نحاولوا نعوضوا الماء اللي ما شربناهش في النهار نشربوه في الليل، اي فراكسيوني، معناها مش ضربه واحده، خاطر البدن ياخذ كان اللي حاشو بيه. سي سا، ومش كان الماء برك، وكان مش كان الماء برك، لازم ياخذ الماء. لكن تو مثلا تاخذ الشربه مثلا تجب تجيب لك الماء، هي فيها ماء وفيها زاد الفيتامينات وفيها الاملاح. البدن حاشو بالصوديوم، حاشو بالبوتاسيوم، حاشو بالكلور، حاشو معناها بالفيتامين اللي نعرفوهم الكل، الا والسيري نتاع البيل كلهم والاو كذا. ونحاولوا نبعدوا زاد على لي موفيز ابيتود نتاع المقلي، البريكه كل يوم كل يوم والعظم كل يوم كل يوم، ينجم ياثر زاد. هذه ياثر. ناخذوا مثلا الشباب اللي عنده مثلا الحب شباب، تو اثبت اللي راهو فما بعض الماكلات اللي تزيد تهيج الحب شباب، وخاصة كنا قبل نخموا في الدنيا تما هو طلعوا السكريات أكثر منهم ولهذا لازم نردوا بالنا. بون، مرة بعد قداش شهوة باش ياخذ إنسان شوية
شويه زلابد متفاهمين، اما ما يلزمش معناها بصفه مفرطه كل ليله كل ليله كل ليله. فوالا، يعطيك الصحه دكتور معز بن سالم، طبيب امراض جلديه. ما زلنا باش نحكيو على لي برودوي سيتافيل. جي بحذنا سيف الحفار، مندوب تجاري لمنتوجات سيتافيل. مرحبا بك. عسيفة نويتش، أول مرة بحذنا. أي مرحبا بك. يعيشك. باش نحكيو على الليدغاتاسيون واللي أكدنا عليها مع دكتور قبل رمضان، وإحنا قادمين على رمضان وسخانة أو بلوس. وسخانة ومانيش باش نشربوا الماء في النهار، فوالا باش نشربوا كان في الليل. فوالا دونك نو سولمون بليس جيتك وجبت معايا حاجة جديدة راهو. جبت معايا النوفو برودوي، بون مش جديد، سي لا كريم هيدغاتون سيتافيل، اما الكونتونونس تاعها جديدة 250 غرام، الكونتونونس بي امبالاج زادة جديد، امبالاج جديد وكونتونونس جديدة، واستعمال زادة اسهل، تهز ديريكتومون من البو وتستعمل. دونك وتنجم تستعمل كيما نعرفوا احنا لي برودوي سيتافيل سي بور توت لا فامي، دونك عندك كونتونونس كبيرة تنجم تستعملها بالكدا. اي اون افي باش تخلي زيد تعمل ليدراتاسيون تاع البوم تاعك، وكيما لي برودوي دي سيتافيل الكل سي دي برودوي ديستيني لعباد اللي عندهم الجلد الحساسه، وسورتو سيتافيل معروفه بالليدراتاسيون. دونك هوني كي العاده اون فا ريبوندر لي تيب دو بو الكل، كو سوسوا بو سيش ولا بو نورمال ولا بو ميستا غراس، سا ديبوند تستعمل برودوي سيتافيل اديكوا. وباش نحكيو على الكريم هيدراتونت اللي هي معناتها الكومبوزيسيون تاعها تري ريش اون ايموليون، وباش نلقاو فيها زاده في الكومبوزيسيون الويل دامون دوس اللي هو سي ان ايموليون تري تري intéressant ou important zeda le gel d'antenne نخليو زيد تستحفظ على الماء تاعها ما تضيعوش هي زيد. وكيف كيف كيما باش نحكيو على الكريم، باش نحكيو على ديلي ادفانس اللي هو زيد ديستيني للي بو سيش و تري سيش، دونك الشيحه واللي شيحه باش زيد كيف كيف يحافظ عليها، وتنجم الترطيب تاعها يقعد حتى 24 ساعه تستعملوا مره بركه، كيف كيف سي سون بارفان، دونك تستعملوا تقعد بينها كامل ايدغاتي. داكور. وبالنسبه لل كما كل عادة ما بيان سور فما ليدغاتاسيون، وكيف كيف فما لي نيتوايون، باش نحكيو على جنتل سكين كلينسر والكونتونونس نتاعو ال 500 ميل اللي موجوده توا راجعت على المارشي، تنجم تستعملها للوجه للبدن كيف كيف للصغار والكبار، ونستعملوها و ال بروتيج اون فيت ce qui est bien avec la lotion Gentle Skin Cleanser اللي هي elle protège le film hydrolipidique donc تخلي لك الجلد نتاعك محمية non seulement تغسلك mais en plus تستحفظ لك على الفيلم باش ما تصيرش تكونش عرضة للزاغريسيون البرة. ومع ديما نذكروا اللي في رمضان ناقص ماء وزيد سخانة، دونك الجلد نتاعنا تولي متحسة أكثر شوي، ونستحفظوا عليه باش حتى كي يشوفونا صايمين وقالوا ديما البوم تاعنا محلاها. ما نقولكش صايم. فوالا إن شاء الله رمضانك مبروك. يعيشك. سيف فوالا إن شاء الله ترجع بحثينا مرات أخرين، نزيدوا نحكيوا على لي برودوي سيتافيل اللي وين نلقاوهم؟ كي العادة نلقاهم في لي فارماسي وفي لي بارا فارماسي في الجمهورية الكل موجودين. وتنجموا زادة كان حاجكم أي كيستيون أي معلومة تحبوا تلوجوا عليها، تنجموا تكونتاكتيونا على الباج انستغرام ولا الباج فيسبوك ولا حتى زادة على الشين يوتيوب نتاعنا سيتافيل تونيزي. يعطيك الصحة سيف الحفار، مندوب تجاري لدى منتوجات سيتافيل. اقعدوا معنا، مازلنا مواصلين في صحتك معنا في تنجح. في تنجح تجيب حدنا كالعادة جديدة بتجربة جديدة، مرحبا بك. أهلا وسهلا. على شنو باش نحكيو اليوم؟ اليوم باش نحكيو على الديرمو بيغمونتاسيون وإلا نسميوها ديرمو غرافي. داكور، شنو هي؟ هي أون فيت اللي هي تقنية نتاع تصليح تشوهات جلدية اللي تنجم تكون ناتجة على سوا دي زاكسيدون ولا يقعدوا كلي سيكاتريس ولا تشوهات خلقية ولا على مرض ولا بعد عملية جراحية ويقعدوا هكا لي سيكاتريس هذوكم. هي كيف ما التاتواج مي الي ميديكال معناها طبيا، دونك كيما التاتواج دونك سي دي بيغمون اللي يدخلوا في الجلد باش يصلحوا دونك بعض التشوهات هذه، وديما تقعد دون لا ليميت دو بوسيبل. هذا كها ولا فما حالات اخرى يستعملوه؟ باهي، هي انا لهنا نحب نركز بالكدا بالكدا على لي فام اللي هما يمرضوا بالكونسير دو سان واللي يعملوا ابلاسيون، ومن بعديك فما لمحل اجور دو جوردي فما عمليات معناها ريكونستيتيسيون مي تقعد اكل الحلمه هذيك فارغه. والمراه كل وين تشوف روحها في المرايه تتفكر قداش اللي هي معناها سي كمان معناها ان تروماتيزم تولي تشوفو. دونك فما الريكونستركسيون دو لاريول هذيا اللي تصير كيف كيف بالديرمو بيغمونتاسيون، واللي هي حاجه اللي ترجع ثقه المراه وانوثتها احساس بالحق اللي هي مراه. دونك تري امبورتون، ماذا بيا كان نركز سورتو على الحكايه هذيا. سينو نجمو يستعملوها
احنا المره اللي فاتت حكينا على الجريف دي شوفو هكا ولا لا، مي باغ كونتر وقت اللي لعب ما عادش عنده كالبارتي اللي ملوطة، دونك يولي ما عادش امكانيه زرع الشعر ماهيش ممكنه. دونك لهنا نوليو نحكيو على تريكو بيغمونتاسيون اللي هي تتعمل باش تعطي اون ايلوزيون اوبتيك ولا ان ترومبلوي كوش عليه العبد عنده شعر. يعملوها زادة اللي يعملوا عمليات نتاع الفونت لابيال وتقعد لهم لي سيكاتريس، دونك تبدا عندهم شقه يتولدوا بها في شفتهم الفوقانيه بالضبط. دونك وقتها نعاودوا لا ريكونستركسيون معناها نتاع الفم باش اكل سيكاتريس هذاك ما يبداش ظاهر بالكدا. سينو نجمو نستعملوها اكثر للعباد اللي عندهم لي زالوبيسي البلايص هذوكم، بيان سور هذايا ابخي تريتمون ميديكال. يعملوها زادة العباد اللي عندهم سيسكون بال ديسكرومي اللي هما كن كتك اللي يطلعوا في الشفه، فما زاد العباد اللي يمشيوا اللي تقام حواجب نتاعهم يتيحوا ولا شوافر نتاعهم يتيحوا. وفما زاد الفيتيليغو، اما الفيتيليغو لهنا لازمها تكون البهيق، مرض البهيق صحيت لازمها الملادي تكون ستابل معناها بعد قداش من عام وكل شيء، خاطر سينو تولي فما تنجم تعمل رياكتيفاسيون ديما هوني ابخي كونترول ميديكال. اوك علاش نحن ديما نقولوا ماذا بينا كانت تعمل الحكايه هذه عند ان ديرماتولوج يفهم بالضبط المشكله وين وينجم يقيم ويعمل معناها اناليز للوضعيه نتاعو معناها. وانت مشيت ديدا عملت على شنو؟ انا فات قعدوا لي لي سيكاتريس ديربيس اللي هما كل مره يطلعوا، ودونك ولات شفتي اني با بيان ديسيني ليزي هي صغيره على الاخر، وكما فما اون دي بارتي اللي هما مقدرمين معناها. دونك مشيت مع دكتوره عليا قرقوري عملت ليكسبيريونس دو لا ديرمو بيغمونتاسيون هكا. نتفرجوا في الفيتير ونرجعوا. لو تاتواج ثم لورنمونتال اللي يصوروا حاجات باش يزينوا، اي بي ثم لا ديرمو بيغمونتاسيون. كنت اون بارل دو ديرمو بيغمونتاسيون ريباراتريس، عندنا ديرمو بيغمونتاسيون سي لو فيت دانترودوير ان بيغمون في الجلد، دونك باش ندخلوا لون في الجلد. اي ريباراتريس سي شنو لوبجيكتيف منها؟ سي باش نصلحوا. دو موا سكو جو في انا سي تصليح كي ثم مشكل في الجلد، مشكل ينجم يكون اون سيكاتريس، نجم تكون جرح باش يتغطى، نجم تكون حاجه اللي موجوده برشا في تونس مالوغوزمون قاعدين نشوفوا فيها دو بلوز اون بلوس، اللي هي من بعد ترميم نتاع السرطان الثدي. عافانا وعافاكم الله. ثم لي ليفغ، دونك ثم برشا عباد يبداو عندهم اللي مثلا عندهم جرح والا اللي يمرضوا افيك دي زيربيس ا ريبيتيسيون يخليو دي سيكاتريس، والا اللي يتولدوا افيك دي مالفورماسيون لي بيك دو ليفغ اللي تبدا عندهم اون فونت لابيو بالاتين، بعد يعملوا بوكو تشيروجي تقعد كمام الشفه اللي تنجم تكون اسيمتريك والا فيها بلاصه ا ريكوبيري والا اللون ني با هوموجين. وثم حاجه اخرى اللي هي لو رامبليساج du cuir chevelu, ce qu'on appelle la trichopigmentation. Donc là, l'arbitre soit aller ramener des greffes de cheveux où ils n'ont pas suffisamment de greffons pour chez Rabbi ou Colchay, soit l'arbitre ramener des cicatrices au niveau du cuir chevelu. Après, ça dépend du type de cicatrice. Donc on fait un remplissage. Ou là aussi, ça peut se faire au niveau de la barbe. Aller ramener, par exemple, l'ahsa. On peut essayer de récupérer pour par effet de camouflage باش نظهروا تقوش عليها اللحيه مليانه. Et puis ثم حاجه اخرى qui est très particulière et très délicate اللي هي الفيتيليغو المسمى البرص والا البهاق، اللي العباد يلقاو رواحهم بلايص بيض في الجلده très affichant. Malheureusement مازالت نظره المجتمع تقلق ياسر، اللي يغزر لك ثم حتى اللي ما عادش ينجموا يمدوا يدهم باش يسلموا خاطر العباد يخافوا، يجبد يده كي يجي يسلم عليه خاطر يخاف لا يتعدى. إس تخي مال فيكو، العباد المرضى يعيشوا ديفيسيلمون المرض هذايا. دونك ثم سيغتان سيتواسيون و سيغتان كا اللي نجموا نحاولوا نصلحوا لي زون اللي قلقوا المريض. يا ديفيرون تيب دو بيغمون، يا انورميمون دو بيغمون. Il y a des pigments qui sont orientés vers la réparation. C'est les pigments l'inertembiromen. J'ai choisi une niche particulière. C'est un labo qui fabrique des pigments médicaux, purement médicaux. D'accord. Ils ont une certification européenne. Firme un certain type qui a la même certification que les implants chirurgicaux. Donc pour des indications très particulières.
va corriger les lèvres. خاطر عندك لي ليفر كي سون لا لوغ معناتها لا ليميت دو لا ليفر كي ان تو بتي بو غرينيوتي. Donc on n'a plus une lèvre homogène bien dessinée. Donc on va reprendre le contour avec un balayage vers l'intérieur, un embellissement des lèvres pour donner cet effet homogène. Ah, juste mettre ma sueur. Voilà. Donc on a fini. Ça maintenant. Ça va? T'as mes chougiras? Non, ça va. D'ailleurs, j'ai choisi les sensations. Un tout petit peu. Hein. Donc, le contour qui était grignoté, on l'a récupéré. Ouais. D'accord? Alors, il y a surtout. Faut mieux de me faire un film. Fais un gira? Fais un gira. Ah bon? Ben. وقت الانترفانسيون ساعة صارت في اميليو اللي هو معقم عملت الديزانجكسيون معناها باش دونك باش بنجت لي دونك بنج موضعي ومن بعديك عملنا ان فيت اون تراسي لو كونتور معناها جربنا اللون وكل شيء دونك اول اساي ومن بعديك اون كومونسي ديما تبدا بالكونتور ومن بعديك تعمل غومبليساج للدخلاني الوجيعه من الاول ما تحسهاش من بعد ساعتين تبدا كمان مع شو عندك تنحى تاع البنج يتنحى بومي تقعد مثلا شفافك ما عندك حتى تشرب ماء تبصع ما فما كمان تحس قوش عليك مزلوعه قوش عليك ماكله ضربه على فمك منفوخين مي هذايا اوبودو توزور اخر الليل الحقيقه نقصت الوجيعه اوبودو تخوا جور الحقيقه تنحى نفاخ وتنحت الوجيعه ودونك واللون دونك ظهر صحيح بعد شهر دونك فما 30% من الكولور هذاك تتنحى دونك دو لازم نعملوا اون سيونس دو روتوش المده نتاع نتاع العمليه هذه ممكن ساعتين الدو معناها ساتيان اي ساتيان اما شنو الريزولتا اي ني با ديفينيتيف دونك يتنحى بالنسبه للشفايف تتنحى معناها تشد ما بين عام ونص وعامين الريكونستركسيون نتاع لاريول تشد حتىكش من عامين حتىكش الخمس سنين اللي هو سي تري امبورطون معناها نتاع الشعر كيف كيف حتىكش ثلاث سنين لي سيكاتريس سولون معناها لي توندو نتاع السيكاتريس وسولون البلاصة ديجا معناها دونك كيف كيف تنجم تقعد حكاية خمس سنين بالحق سي اون سوليسيون انا خاصة خاصة للنساء اللي عملوا معناها ابلاسيون دو سان اللي هي حاجة مهمة جدا وهوروزمون موجودة دونك تنجح 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 على الاخر وصحة انكور اون فوا ديدا فعلا ليكسبيريونس اللي عملتها ان شاء الله مرات اخرين نزيدوا نحكيوا على حاجات اخرين بالحق نعرف اللي فما اما في باليش اللي هما عندهم برشا حالات معناها نجموا يدخلوا تحت نطاق هذايا ميرسي بوكو ديدا على الاكتشاف اقعدوا معنا مازلنا مواصلين في صحتك معنا في نصيحة باي جولدينا بلوس في نصيحة باي جولدينا بلوس تجيب حدانا كالعادة سيرين بلتي ساسي أخصائية التغذية مرحبا بك مرحبا باش نحكيو على حاجة أنا معنية بها قبل الناس الكل التركيز والتغذية وشنية أيوة. علاقتهم ببعض اكزاكتومون دونك مش كان انت توريت بعد الكوفيد بالحق برشا عباد ولاو يتشكاو يقول لك ما عادش عندي تركيز وما عادش عندي ذكرى ننسى فيسا وما نركزش والحاجه نجي باش نعملها تلقاني عملتها ونعاود نعملها دونك لهنا التغذيه باش تعاوننا شويه ان نقصوا من لي بروبليم هذوما دونك لهنا باش نحاولوا نتبليو على دي زاليمون اللي نجموا ينفعونا اول حاجه باش نبداو بها اللي هي سكريات بطيئه الهضم دونك نلقاوها في الحبوب كيما الكتان كيما الشوفان نلقاوها في لي فيكولون كيما الخبز العجين الفارينه ونلقاوها زاده في البقوليات لي ليغومينوز دونك كيف ما الحمص الفول العدس لافونتاج نتاع السكريات هذوما اللي باش يعطيونا دو لينيرجي والانرجي هذيا على باش تكون لنا متوفره على طول النهار وكيما نعرفوا المخ معناتها باش لو سيستيم سيريبرال ديزون باش يخدم بطريقه صحيحه دونك يلزمو بوكو دينيرجي دونك اذا كان مانيش باش نوفروا هالسكريات هذوما سي توت افي نورمال كو باش نضيعوا الكونسونتراسيون نتاعنا ثاني حاجه باش نجيبوا الخضره الورقيه والخضره اللي تكون لونها اخضر وسورتو الاخضر الغامق هي سورس تاع فيتامين بي 9 دونك الخضره هذيا كيما السبانخ كيف ما المعدنوس كيما الكلافس دونك مهمين برشا سورتو للميموار نتاعنا عندنا زيد العظم اللي هو زيد سورس نتاع فيتامين بي عندنا القوارص عندنا الكيوي عندنا البرقدين الميدالينا
مو ما عادش متوفرين توا برشا. سينو عندنا زيد القارص تو سامبلومون، دونك باش يجيب لنا الفيتامين سي اللي هي اسانسييل. عندنا زيد الكركم اللي هو مضاد نتاع اكسده تري تري بويسون، اي دايور سي parmi les meilleurs معناتها اللي عندنا في الماكله نتاعنا. لافونتاج في المضادات الاكسده كي تكون متوفره في الماكله نتاعنا اللي هي باش تعاوننا على جيستيون تاع ستريس. دونك فما برشا عباد يجي يقول لك نركز والا نتذكر الحاجه، مي كي نبدا في ضغط ولا في ستريس راني نضيع الكونسنتراسيون تاعي ولا نضيع المعلومات اللي كانت في مخي. دونك لي زونتي اوكسيدون يفون نو بيرميتر باش ان معناتها اون بريفيان وسورتو نتعلموا كيفاش نميتريزيو هالستريس اوكسيداتيف وسورتو على لي تروبل دو لا ميموار. دونك عندنا زيد الفيتامين او اللي باش نلقاوها موجوده في زوزه. اي بيان سور بور فينير دونك لوميغا 3 اللي هي ملح ما يغيب على طعام. دونك باش نحكيو على السيستيم سيريبرال ديما لازمنا نحكيو على لوميغا 3 اللي هي مهمه برشا للستركتوراسيون نتاع لي سيلول نيرفوز نتاعنا. دونك لوميغا 3 باش نلقاوها بيان سور في الفيكيا، باش نلقاوها في الزيتونه، باش نلقاوها في لي بواسون غرا كيما الماكرو كيفما السومون كيفما السردينه، ونجمو نلقاوها في لي برودوي اندستريال دونك كيما البرودوي نتاعنا بلس اللي هو ديجا اباز فيجيتال اون بلس دو سا انريشي اون اوميغا 3. فوالا يعطيك الصحه سيرين بلتي سيسي اخصائيه التغذيه، حكينا على موضوع مهم ياسر ومس برشا تويسه خاصه اللي بعد الكوفيد لون اللي قعد مس شويه الميموار نتاعهم. ميرسي بوكو على المعلومات الكل، ونذكركم اللي جولدينا بلس اللي اناليزي ريكوموندي من الجمعيه التونسيه لعلوم التغذيه. كانت هذه نصيحتنا باي جولدينا بلس. هكا نكونوا كملنا صحتك معنا لليوم، نتقابلوا كل نهار جمعه 9 غير ربع على كارتاج بلس، وتلقاونا على لي ريزو سوسيو صحتك معنا بالعربي وبالفرنسي على فيسبوك وانستغرام، وتلقاو ليميسيون كامله على كارتاج بلس على يوتيوب وعلى فيسبوك. ميرسي بوكو اللي تتفرجوا فينا في كل جمعه وتبعثوا لنا اسئلتكم واقتراحاتكم وتفاعلاتكم على لي ريزو سوسيو. ميرسي لي سبونسور نتاعنا ميديس سيتافيل جولدينا بلس اي لي بارتنير كلاريون ببل روشيل بروبان اي تكنوبات. معكم نوال بيزيد، نتقابلوا جمعه جايه بحال خير. هذا البرنامج برعاية مخابر ميديس. استحفظ على صحتك وصحة العزيز عليك مع جولدينا بلس. سون كوليسترول غنية بالأوميغا 3 ومن غير ويل إيدروجيني، جولدينا بلس تعاونك على تغذية سليمة ومتوازنة طول النهار. جولدينا محلاك محلاك يا لميمه.